نعم. بالنسبة لزمزم، الذهاب إلى زمزم، هل جاء في أعمال الحج أم في العمرة أم في كليهما؟ كيف؟ أم كليهما؟ إيش اللي أصل السؤال ما هو؟ زمزم شيخ. زمزم وش فيها؟ الذهاب إلى زمزم، لأن بعض الكتب لم تذكر يعني بعد الطواف وصلاة ركعتي الطواف الذهاب إلى زمزم. فهل ورد في الحج أم في العمرة؟ هذا مختلفين فيها العلماء، هل إن الرسول صلى الله عليه وسلم شرب ذلك تعبدا أو نحتاج للشرب وجاء يشرب؟ ما ندري. فما دامت المسألة مشكوك هل هي عبادة أو طبيعة لا نشرعها إلا لو أمر الرسول بهذا، قال من طاف فليشرب من ماء زمزم. أليس من الممكن أن الرسول لما طاف يحتاج إلى الشرب؟ هذا ممكن لا شك. ولهذا لم يبلغني الآن أنه شرب حين طاف للعمرة، عمرة الجعرانة ولا عمرة القضاء. وعلى هذا فيه احتمال قوي جدا أنه شربه لحاجته إليه، فالذين لم يذكروه لأنهم لا يرون هذا، يرون هذا احتاج الرسول صلى الله عليه وآله وسلم يشرب فشرب. إنما الشرب من ماء زمزم من حيث الأصل أمر مطلوب، لأنه لما شرب له كما جاء ذلك في حديث حسن عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولكن لما شرب له لأي شيء؟ قيل إنه لما شرب له لإزالة العطش أو إزالة الجوع أو إزالة المرض العضوي البدني. وأما تعميمه لكل شيء حتى الواحد يشرب علشان أنه يتزوج، والله في ناس من هذا الشيء، أو يشرب علشان يصير ابن هشام في النحو وابن تيمية في الدين والعلم، ما أظن هذا. لكن نعم هو ينتفع به البدن بإزالة العطش وإزالة الجوع وإزالة السقم، كما جاء في حديث آخر أنه شفاء سقم وطعام ونسيت الكلمة الأخيرة. نعم طعام وطعم. نعم.